معانا على التليفون اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. وهل من وجهه نظر حضرتك مخطط التهجير بدأ مع 7 اكتوبر؟ لا، مساء الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. لا، مخطط التهجير كان من حوالي 20 سنه قبل كده، وكان رفضه اول ما رفضه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولما عرضوا عليه نتنياهو في هذا التوقيت، وفي تسجيل صوتي بهذا الكلام لسياده الرئيس محمد مبارك، وقال له انه بالظبط كده، فورجيت اباوت ات، انسى الموضوع، ما نتكلمش فيه، ده غير قابل للنقاش. ولكن للاسف بعديها لما جه الرئيس مرسي وتولى حكم البلاد، طبقا لابو مازن اللي هو قال بصوته ومسجل، واحنا زرناه في كذا يعني قناه ثانيه، قال ابو مازن ان الرئيس مرسي كلمه وقال له ان اتفق مع الامريكان انه هيدوا مصر، هتدي قطع من سيناء يتم ترحيل فيها اهل غزه. وطبعا ابو مازن قال احنا رفضنا هذا الموضوع. لما رحل طبعا مرسي وجاء سياده الرئيس السيسي من حوالي سنه، برضه نتنياهو عرض عليه هذا الموضوع، وسياده الرئيس السيسي قال له يعني ان نيجوشيبل، ده غير قابل للتفاوض، ولا ان احنا نتكلم فيه. وقال يعني نتنياهو احنا بينا وبينكم معاهده سلام، اذا كنت عايز تبوظ معاهده السلام دي يبقى اعملوا الكلام ده، انما احنا لن نسمح بهذا الموضوع. تاني بقى حاجه تمت لما حصلت 7 اكتوبر، وحصل قيام حماس بانها هجمت سيناء، هجمت الاسرائيليين. طبعا جاء اطرح هذا الموضوع مره ثانيه بالمتحدث العسكري الاسرائيلي، اعلنها وكانت موجوده قدامنا كلها، قال لهم يجب ان تتجهوا جنوبا وتلجأوا الى مصر لان احنا هندمر كل الكلام. طبعا الموضوع ده بدا يثار ثاني، واعتقد ان سياده الرئيس السيسي عمل حاجه ما حصلتش قبل كده في العرف الدبلوماسي، انه خلى اللقاء بينه وبين بلينكن وزير خارجيه امريكا على الهواء. او ده بقى اللي بيدور في الغرف المغلقه هو الحقيقه الكامله. فبالتالي طلع على الهواء وقدام بلينكن وزير خارجيه امريكا وقال له احنا بنرفض هذا الكلام ده تماما، وان احنا لن نقبل ان نفتح حدودنا، وحدودنا وخطوطنا خط يعني احمر. وطبعا كان بلينكن عايز يومها يعني كان في 50 امريكي موجودين على معبر رفح وعايزين يجوا، فالسيد الرئيس كان واضح وحازم وقال له لا، دول مش هيخشوا الا لما المساعدات تخش لابنائنا في غزه. فعشان كده اعتقد ان هذا الموضوع خد تعاطف كبير جدا مع من سياده الرئيس في مصر، والناس كلها، انا بقالي اسبوعين ثلاثه بعدي على جامعات عشان بنقول محاضرات اكتوبر، مش عايز اقول لحضرتك بعد ما خلص المحاضره الناس بتتكلم ساعه وشويه، بيسال على ماذا يتم في غزه ودورنا، والكل كان سعيد لان سياده الرئيس السيسي عبر عما يقول في نفس كل مصري. صحيح. من 105 مليون لا يمكن هنقبل حدودنا، لن نفتح حدودنا باي ثمن، ارضنا ما بتتباعش. وقال كده احنا بنفرغ القضيه الفلسطينيه من مضمونها، لما تطلع اهل غزه وتيجي اسرائيل تاخدها. سياده الرئيس قال الدور الجاي هيبقى على الضفه الغربيه، وهيبداوا يخشوهم ويدخلوهم الاردن، وتبقى اسرائيل صفت الموضوع لصالحها، وهذا لن يقبل باي حال من الاحوال. عشان كده مصر دورها واضح تماما، ما فيش فيه اي لبس، وبتقول الكلام ده على الهواء بدل ما كان يتقال ما بين السطور ويساء فهمه، ولكن كان سياده الرئيس واضح في هذا الفكر والعقيدة والسياسة والاستراتيجية المصرية. دكتور سمير، عايزة أستغل وجود حضرتك معنا واسألك عن هل فعلا إسرائيل ممكن تعمل اجتياح بري واسع النطاق لغزة؟ يعني هي قاعدة بقالها كام يوم كده بتقول إيه، أنا هجتاح وأنا بعد العدة، هل هتقدر تلم الجنود الاحتياط ويعني ويبقى عدد كافي لاجتياح بري؟ هل ده واقعي؟ هل ده شيء ممكن يحصل؟ بصي، هو النهارده في خلاف داخل الحكومه الاسرائيليه، نتنياهو والجزء السياسي عايز يقوم بهذا الاجتياح، لان بعد الهزيمه الكبيره اللي خدتها اسرائيل والوضع المخزي للجيش الاسرائيلي والاستخبارات الاسرائيليه بالثلاث افرع بتاعتها، النهارده هو نتنياهو عايز يحل باي طريقه ويحاول ان يعيد هيبه للجيش الاسرائيلي الذي فقد هيبته في الفتره اللي فاتت وقيمته حتى مع
شعبه، ولكن هناك رئيس الأركان بيعارض مش موافق. لأن أسوأ حاجة مدام إنجي إن القوات النظامية تدخل مدينة، وإحنا بنسميها كده أن المدن هي مقبرة الجيوش. وهنروح بعيد ليه؟ 24 أكتوبر 73 حبت القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة السويس، عملت إيه؟ اتدمرت بالمقاومة الشعبية. والنهاردة كل الدبابات الإسرائيلية واقفة قدام السويس، يعني دليلا على عجزها. فطبعا إذا إسرائيل حبت تهجم فطبعا هيبقى وضعها سيء، ولعشان كده النهارده هي بتحاول تدمر اكبر قدر ممكن من المساكن والمباني والبنيه الاساسيه لاجبار الفلسطينيين انهم يرحلوا جنوبا، عشان لما تخش مفيش حد يقاومها. ولكن عندهم مشكله كبيره جدا، وجود الاسرى الاسرائيليين والاوروبيين في ايد المقاومه. حاجه تانية، المقاومه عامله خط دفاعي اسمه مترو انفاق بتاع غزه، عاملين نفق كبير جدا حوالين غزه، الاسرائيليين مش عارفين اي بيانات عنه، وهذا هيكون مفاجاه. لان الوقت حماس بتتدرب بقالها سنين، والايام دي بالذات رفعت مستوى تدريبها، فاذا دخلت اسرائيل ستكون فيها خسائر كبيره جدا، وده اللي مخلي النهارده يعني الهجوم او الاجتياح الشامل ده يتاخر. وانا بعتقد لو تمت هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لاسرائيل. عندهم مشكله تانية بتاعه طبعا حزب الله في الشمال. هل لسه كنت اسالك، هل ممكن اسرائيل تبقى قادره انها تدخل على جبهه تانية، يعني يبقى في جبهه تانية بتحارب فيها؟ احنا عندنا في الجيش او في القتال او بنقول ايه، ان من الصعب انك تقاتل في جبهتين، وخاصه حزب الله لم يشارك في اي حرب منذ حوالي 12 سنه. حجم الأسلحة والذخيرة اللي عنده والصواريخ هتزعج إسرائيل. ولذلك أمريكا عملت إيه؟ جابت اتنين حاملة طائرات، وجابت كل دلتا فورس، جابت القوات دي كلها، وعشان حذرت لو حماس دخلت بأعمال قتال رئيسية هي وإيران، فأمريكا اللي هتتولى قصة قصة حزب الله، وتبقى نقول إيه، الجيش الإسرائيلي متولي غزة، عشان الجيش الإسرائيلي مش هيهاجم في اتجاهين في وقت واحد، وهنا بقى هتكبر العملية وتصبح حرب إقليمية وليست حرب. هل ممكن تدخل إيران؟ طبعا. ما هي إيران، حزب الله بيتحرك بإيران. حزب الله أداة في إيران. هتدخل بقى يعني الأداة بس لوحدها، ولا هتدخل بقى الأم يعني الحاضن؟ الأداة لو دخلت هتخش معاها طبعا إيران. وامبارح كان وزير خارجية إيران بيقول احنا جالنا عشرات التحذيرات من الدول الاوروبيه، ولسه ماكرون دلوقتي من شويه وهو في اسرائيل الرئيس الفرنسي بيقول انا بحذر ايران، ان الكل مش عايز ايران تدخل، لو ايران دخلت هتبقى يعني حرب اقليميه شامله. ايران مش هتخش بس على غزه وبس او على اسرائيل، لا ده ايران عندها قوات في الخليج العربي، هتضرب بقى المدمرات الامريكيه اللي هناك ومنابع البترول، يعني الموضوع هيكبر. فعشان كده امريكا جابت هذا الحجم الكبير من القوات البحريه والمارين، وجاهزه اذا ايران تدخلت هتخش، ولكن من كثر التحذيرات اعتقد ايران هتفكر مره واثنين وعشره انها تدخل، والا هتبقى زي ما قلت لك حرب اقليميه في المنطقه. رؤيه حضرتك للمشهد في يعني سيناريو الايام القادمه، رؤيتك لايه؟ الايام القادمه طبعا نتنياهو بيحاول يدفع العسكريين لاقتحام غزه، العسكريين طبعا ومعاهم الامريكان بيطلبوا التريث شويه تحت حجه ان احنا بنجيب معلومات. خط الانفاق بتاع غزه ده مشكله كبيره، لما تيجي قوات داخله تهاجم فهتبقى حاجه جامده. فبالتالي انا اعتقد انهم هيتريثوا اكتر ما يمكن، لكن ممكن نلاقي بكره الصبح بدا الهجوم على غزه وهتبقى مشكله كبيره. اشكر حضرتك شكرا جزيلا المفكر الاستراتيجي دكتور سمير فارق. طيب.